بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. دير مسلمز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to a new segment of الدعاء في القرآن، Supplication in the Book of Allah القرآن. This is segment number 4. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Let's hear this verse. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Again. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Which means, our Lord, our Rabb, lay not on us a burden as you did lay upon those before us. Verse number 286 out of Surah Al-Baqarah, Surah number 2. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Listen. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Again. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Listen. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Last time.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين. Thank you for watching. For more information about Islam, please visit adlionline.com. Looking forward to see you for a new segment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.